أن هذه الوعود قد تبخرت على أيدي وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي. الحد الأدنى للمعاشات قالوا إن إحنا شكلنا لجنة، واللجنة ده هي عقدت أكتر من 3 جلسات، وكان مفترض إن الجلسة الأخيرة كانت هتبقى قبل العيد يعني في رمضان، إلا أنه للأسف لم تعقد هذه الجلسة. على ضوء هذا الأمر، الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بعت مذكرة للسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي طالبا اللقاء بصفة عاجلة، وذلك لتنفيذ مطالب أصحاب المعاشات، وخاصة فيما يخص 5% والحد الأدنى للمعاشات وقانون المعاش المبكر وقانون التأمينات الجديدة. السيدة الوزيرة ردت علينا برسالة عاجلة أهي. هذه الرسالة أنا هقراها عليكم عشان تكونوا أنتم في إحاطة كاملة بكل ما يتم بشفافية كاملة مع المسؤولين بالدولة. السيد الأستاذ البدري خلغالي رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات، بالإشارة إلى خطاب سيادتكم بشأن تحديد موعد لمقابلة هيئة مكتب الاتحاد أصحاب المعاشات، وذلك لمناقشة مطالب وحقوق أصحاب المعاشات، رجاء التفضل بالإحاطة بالآتي: عدم صرف فرق علاوة 5% لعام 2007. هي بترد بتقول: تم إرسال خطاب إلى وزير المالية بخصوص تحمل الخزانة العامة تكلفة صرف فروق العلاوة المشار إليها والتي تبلغ نحو 3.7 مليار جنيه. بتقول بقى: نحن في انتظار رد وزارة المالية بخصوص هذا الشأن، نظرا لأن ميزانية الصناديق لا تتحمل هذا العلاوة. في الوقت نفسه ان فرق العلاوه بتاعه 2005 و2006 تم صرفها من الصناديق في ظل وجود الوزيره المحترمه نجوى خليل. بترد علينا في عدم تحديد الحد الادنى للمعاشات، بتقول: تم عرض سيناريوهات تمويل الحد الادنى للمعاشات على عدد من خبراء التامين ووزراء الماليه والتخطيط والجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، وتلقينا ردود بعض خبراء التأمين والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولم نتلقى حتى الآن رد وزارة المالية والتخطيط، وتم استعجالهم للوصول لمقترح نهائي وجاري دراسة التكلفة. يعني أصحاب المعاشات ما بين وزارة التضامن وما بين وزير المالية، اللي أنا بعتبره إن هو أول واحد معادي للفقراء وأصحاب المعاشات. ثالثا: عدم صدور القانون الخاص بتعديل المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي والخاصة بإضافة حالات المعاش المبكر. هي بترد بتقول: بعد موافقة مجلس الوزراء ووزير المالية على مشروع القانون وتحمل التكلفة، تم إرساله إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة، وهو في العرض ومتوقع صدوره في خلال أيام بعد اعتماد فخامة رئيس الجمهورية. نتعشى من يكون هذا الكلام صادق. بخصوص عدم وضوح الرؤية بخصوص النية لإصدار قانون جديد للتأمينات، احنا شايفين ان بيتم اعداده من قبل جهات أجنبية وخاصة خبراء من المكسيك ومنظمة العمل الدولية. هي بتقول: بيتم العمل على اعداد القانون لجنة مشكلة من خبراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، وفور الانتهاء من المسودة الأولى من القانون الجديد سيتم طرحها للحوار المجتمعي، ومنهم ممثلي أصحاب المعاشات والخبراء الوطنيين، وليس هناك أي جهات أجنبية تشارك في إعداد مسودة القانون. كل ما هنالك أن منظمة العمل الدولية عقدت ورشة عمل قام فيها أحد خبرائها بعرض التجارب الدولية. هي في الاخر بتقترح تاجيل موعد الاجتماع حتى يصل رد وزاره الماليه، وهي بتقول: نتوقعه خلال اسبوعين نظرا لسفر معالي وزير الماليه. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام غاده فتحي والي وزير التضامن الاجتماعي. دي الرساله اللي ردت علينا فيها.
سيادة الوزيرة، يعني هذا الأمر لازال محلك سر. احنا النهاردة هنتناقش ما العمل خلال الفترة القادمة. هل ننتظر الأسبوعين اللي قالت عليهم الوزيرة لغاية وزير المالية ما يجي، ولا نسرع في طلب عقد؟ أنا بقترح ممكن نوافق أو لا. لو سمحت عايزين، ولا نسرع في طلب مقابلة تاني رئيس مجلس الوزراء، وإذا لم يتيسر ذلك أو ما جبناش نتيجة من اللقاءات دهية، نضطر إن إحنا نطلب لقاء مع السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي هيبقى إحنا خطينا كافة الخطوات الممكنة، ولم يبقى لنا سوى زي ما بقول الحقوق لا تمنح بل تنتزع. الحقوق لا تمنح بل تنتزع. ما لم يتم صرف هذه الحقوق في خلال المفاوضات، ده اقتراح، في خلال المفاوضات الجاية دهيا، لابد ان يكون هناك وقفة اخرى تتيح لنا انتزاع حقوق اصحاب المعاشات. احنا ليس لنا مطالب فئوية، مطالبنا ليست فئوية، مطالبنا حقوقية. لسنا نأخذ فلوس من ميزانية الدولة، انما دي حقوقنا من اموالنا اللي هم استولوا عليها، من ال 600 مليار جنيه اللي استولوا عليها. فبالتالي لسنا مطالب فئويه، انما هي مطالب حقوقيه. اشكركم، ومع المناضل العظيم الاستاذ الفاضل البدري فرجاني. ان احنا نستمع جيدا لبعض، احنا في مرحله خطيره، واي كلام جانبي هو بيهدم اللي احنا بنعمله او اللي هنعمله. ارجوكم صوت الست اللي بتتكلم دي، ارجوها طلعوها بره. انا عايز اقول لكم حاجه بصراحه، احنا نتكلم لان احنا اللي بندفع الثمن. كلامنا لازم يكون بصراحة. بدل ما تقول جنبي بتطلعها. أيها الزملاء، بداية عد علينا شهر رمضان، احنا قدمنا لوزيرة التضامن وقفنا معها، لم نمارس اي اعمال في مواجهتها، لم نكتب كلمة او نتفوه بكلمة واحدة ضدها، الا انها وخلال شهر رمضان صفعتنا على الجانب الايمن والايسر، وقررت منفردة ان المعاشات تصرف بعد العيد، مع ان كل المصريين قبضوا مستحقاتهم قبل العيد الا المعاشات. احنا 9 مليون كانت الضربة موجعة وشديدة، شديدة الالام. طبعا ما قدرناش نعمل حاجة لانها ما هياش ايدها في المية ولا ايدها في النار، لا ده ايدها في حتة تانية، مش هتشعر بآلام الناس. مش هتشعر بآلام الناس. وعدت علينا العيد،
انا عايز اخش في الموضوع مباشرة. ايه رأيكم الـ5% دي صدر بها قرار سابق من مجلس الوزراء، وصدر بها كمان قرار من المستشار عدل منصور، واصبحت منتهية وكان يجب ان تصرف 1/7 الماضي. فوجئنا بإعادة الكلام، والملايين منكم مالها ومال الصراع بين التضامن والمالية. وزير المالية مش موجود، لا وزيرة التضامن تدفع لا المالية. هل يليق بالناس اللي بنوا مصر يتم التعامل معهم بهذا الأسلوب؟ احنا مالنا؟ احنا لا علاقة لنا بشيء، لا بمالية ولا بتضامن. انا بقول لحضراتكم خلي بالكم، احنا تعبانين جدا، احنا تعبانين جدا. والناس اللي هنا دي اقول عليها ايه؟ بس احنا قدامنا موقف خطير، لازم يكون موقفنا يتلائم مع هذا الموقف. 5 مليون من اصحاب المعاشات قلتها 100 مرة بيتقاضوا اقل من 500 جنيه، 300 جنيه، 200 جنيه. حتى المعاشات اللي طلعت السنة اللي فاتت لسه بتود مشروع قانونهم الآن 60 جنيه و70 جنيه. حتى 10% لم تتم وفق ما تم كل السنوات الماضية، بأن 10% تكون بحد أدنى 50 جنيه. مفيش، حرام. الحاجة التانية ان هناك مغالطة وفي عدم مفهومية وفي اخطاء. يا جماعة الناس اللي بتتكلم الناحية دي والناس اللي عندي البوفيه، الله يا سعيد. ايه ده يا سيد؟ يا سيد عرب مش كده صوتكم عايز يمشي؟ ما انت بتسكت الناس الصوت بيعلى. طلعهم بره. الله، هات يا عم. انتوا الناس جايين من كل المحافظات وجايين من اخر الدنيا، انتوا جايين تعبانين. محدش هنا يقعد يتكلم ويعطلكم ويعطل مصالح الملايين، حرام. ملايين تضع في رجلكم ليه؟ في ارقام مغلوطه بيضعوا قدام المسؤولين ارقام غير حقيقيه، ويصوروا اصحاب المعاشات ان هما محتاجين اموال، محتاجين فلوس من الخزانه العامه. هذا غير صحيح. احنا بنطالب باموالنا بس، بنطالب بفوائد اموالنا بس. حتى دي لا اليه، احنا مش على الخزانة العامة ولا على الموازنة. لكن يقعدوا في المالية والتأمينات وبنك الاستثمار، 3 مواقع تنهش في لحم الملايين، ومطلوب مني ان انا اسكت، ان انا اصمت. الهدف من الخارج ومن الداخل، واحنا ما احنا جنوده، ما احنا جنود الوطن. وما الجنود مين؟ ما احنا اللي دفعنا عن هذا الوطن بناه ودفعنا عنه في كل مراحله، ومش هنسمح ان حد يستغلنا.
أو يستفيد مننا من أجل قهر هذا الوطن أو هزيمته، لأن احنا أحد الطمائع النظيفة والشريفة اللي دفعت عنه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان الناس اللي بتحمي نفسها دلوقتي بالأوضاع السياسية اللي موجودة اعتدوا على أموالنا ومارسوا كل أنواع الاعتداء في المالية والتأمينات وبنك الاستثمار، بيستغلوا الأوضاع السياسية في البلاد وبيمارسوا علينا الآن القمع الاجتماعي، القهر الاجتماعي، الإرهاب الاجتماعي. يعني احنا ما سمعناش حتى من الحكومة دي او غيرها ان هي عزلت فاسد واحد او حسبت واحد من اللي اعتدوا على اموالنا وبتدوها، محدش عمل حاجة. احنا اللي بندفع الثمن، الملايين مننا بتدفع الثمن. طب نعمل ايه؟ انا مش هعمل حاجة تضايق المصريين ولا الشعب المصري ولا تسبب آلام للوطن، لكن أنا بواجه نداء حكومة أنا لا أثق فيها، حكومة ضللتنا، حكومة خدعتنا. وزيرة التضامن تتحدث عن إيه؟ ده أنت الوزيرة بتاعتنا، ده إحنا ملناش حد غيرك، ده احنا اللي واقفين وراكي. تبعتلنا جواب تقولولنا فيه ايه قابلني؟ ده ملايين ملايين ممكن تفضل ما تتغداش، يبقى ده الحرام بعينه. وزير المالية ده راجل بطبيعته بيكن لنا عداء، طب نعمل ايه واحنا بنعيش في موقف صعب؟ رئيس الوزراء هيطلب من المالية، هيجيبوا له ورق كله تضليل وكذب ويقولوا له الورق اهو. هيطلب التأمينات، ده دول عايزين وعايزين، وبعدين في النهاية قالوا ان احنا لنا مطالب فاوية. احنا بقينا فاوي فاوي علشان كده انا بستسمح حضراتكم. احنا مهما كان الزمن احنا مش هنخسر قد اللي خسرنا ولا هيحصل لنا قد اللي حصلنا. مهما كان احنا هندافع عن نفسنا، هندافع بما لا يجعل الوطن يتألم منا ولا يجعل حتى الشعب المصري، ده احنا جزء اصيل، ده احنا 40% منه. عشان كده مش هنتكلم مع دول، احنا بنواجه نداء للراجل اللي احنا وثقنا فيه اللي رجع مصر للمصريين. بنقول له يا رئيس الجمهورية، احنا فقدنا الثقة تماما في الحكومة دي وفي وزرائها ولم نعد قادرين على التعامل معها. بيضعوا امامك ارقام مضللة حتى يخفوا معالم الجريمة. بنقول لك يا سيادة الرئيس، احنا جنودك، احنا مش عايزين فلوس. بيقولوا لك ده احنا لنا مطالب مالية، كلامهم غلط، ده احنا لنا حقوق بتاعتنا. احنا عايزين نقول لك الملف الاسود لاموال التأمينات هو معانا، عايزين نفتحه لك ونقول لك مين المجرمين اللي اعتدوا على اموالنا وعايشين باموالنا الان، وعملائهم في كل مكان بيذبحوا مسعورين. عاوزين نقول لك يا سيادة الرئيس، نقول لك الحقيقة. تقدر يا سيادة الرئيس يبقى في مصري معاشه
100 جنيه و200 جنيه. ترضى يا سيادة الرئيس الملايين منا معاشهم أصبح أقل من معاش الضمان الاجتماعي الممول من الخزانة العامة؟ ترضى يا سيادة الرئيس إن الملايين منا تعيش في إرهاب، إرهاب اجتماعي زي ما الإرهاب بيطلق الرصاص؟ في إرهابيين آخرين بيطلقوا علينا الفقر والمرض أقوى من الرصاص بيقتلونا. إحنا بنستسمحك وإحنا عارفينك وقتك كله رايح لمصر وللدفاع عن مصر. بنستسمحك تسمعنا يا سيادة الرئيس. لم يعد لنا أمل سوى إن إحنا نكلمك. مجتمعين الآن في مجلس الوزراء بيناقشوا إيه؟ شيل الفوايد عن الصحافة وعن الناس اللي عليهم فلوس لأموال التأمينات، شيل الفوايد. إحنا بنقول ده إحنا عايزين الفلوس للناس. على فكرة التأمينات بكل هيكلها أجورها من أول المعاشات، بيخرج مرتباتهم مننا إحنا مش مع الخزانة العامة. طب نعمل إيه تاني؟ لكن عايز أقول أيضا كلمة كل الناس تعبتنا فيها يوميا. ما يحدث من بنك ناصر من آلام مبرحة للناس أصحاب المعاشات، إهانات متكررة في الأنيوبية والإسكندرية وكل المحافظات. بسمع كلمات تقتل، يلوموا الناس عشان يقبضوها بعد يومين وبعد أسبوعين، والناس مش لاقية والناس بتصرخ ويهنوها قدام البنك. ده احنا كمان بنطالب بشيل اسم ناصر من البنك المتوحش، لأن عبد الناصر ما كانش متوحش عشان تحط اسمه على بنك بينكل بالناس اللي كانوا بيدافعوا عنه زمان. قلنا للوزيرة 100 مرة وهي رئيس البنك ناصر، خلي بالكم رئيس مجلس الإدارة، قلنا لها بنك ناصر بينكل بالمواطنين بيحرق دمهم ويبكيهم، مش هتعمل حاجة، مش عامل حاجة. وخلي بالكم برضه بنك ناصر بيقبض من أموال المعاشات هي هي. يعني نعمل ايه؟ عشان كده وجهنا ندائنا للراجل اللي موجود في مصر، بنقول له يا سيادة الرئيس هل يعقل 162 مليار في الخزانة العامة بدون فوائد على الإطلاق؟ على فكرة أنا معايا وثيقة مضللة كتبها اللي ضيع أولنا وقتها الوزير المالية، وزير المالية وقتها للتأمينات، والتأمينات عطتها لي. بتقول لك ال 162 مليار كلهم راحوا في 2006 لما بطرس زالي جاب لنا محمد معيط، ضاع في الايام دي 162 مليار. ومش عايز يقول كمان مين اللي خدهم، فيقول لك ديون على وزارة المالية، اصل دي قرارات سيادية. وانا عمال اقول له ما تقول لنا شركات الحديد اللي خدت والدخيلة اللي خد وشرق التفريع اللي خد، عطوا رجال الاعمال اموال الارامل والايتام. عايز نقول للرئيس الكلام ده، لان قدموا ورق لرئيس الوزراء ضحكوا عليه بالكلام ده. احنا عايزين نقول الحقيقه، اموال بلا فوائد على الاطلاق. كان ال 162 مليار كانوا بقوا نص تريليون، لكن مفيش حاجه، مش لاقيين حد يدافع عننا. وعلى فكره ولا حد هيدافع عنه.
انا بقول لحضراتكم لم يعد لنا امل سوى رئيس الجمهورية، لكن هننتظر رئيس الجمهورية. لكن هل احنا فقر ومرض؟ بعد ثورتين شربنا المر، خلونا لعنا يناير على يونيا. هي الثورة لو ما جابتليش رغيف تبقى ثورة ايه؟ أنا عايز أقول لكم حاجة، احنا خسرنا كتير، لكن مش من حقنا كمان ندافع عن نفسنا، مش من حقي أتألم، مش من حقي أصرخ. وأنت ده بتديني معاش أقل من قيمة المواصلات اللي أنا بروح أقبضها بيه، ده أنت بتديني معاش ما أقدرش أدفعه لا إيجار ولا نور ولا مية، وتسمي ده معاشي. الحاجة اللي الوزيرة قالتها وأنتم خدتوش بالكم، إيه منظمة العمل الدولية دي؟ مين اللي قال إحنا محتاجين أجانب؟ مين اللي قال عاوزين الأجانب يعملوا لنا قانون؟ طب بنك ما صندوق النقد الدولي عمل لنا قانون 135 وضيعنا فيه. إيه حكاية الأجانب؟ أنا فاهم، خلي بالك دول عايزين يحولوا كل تحويش عمرنا إلى أموال سيادية في الخزانة العامة وتسقط، ونبقى احنا نقبض من الشارع، وال22 مليون اللي بيشتغلوا الان خلاص، وال9 مليون خلاص، بس الخزانة العامة والموازنة تنور بجماجمنا. ليه؟ هو كل الحكومات ما تلاقيش وسيلة علشان تحمي نفسها وتسدد عجزها الا باموال الناس دي. هي عشان الناس دي غير قادره، وعشان الناس دي نسبه كبيره منها عيانه ومريضه، وعشان الناس دي كلها وطنيه تقوموا تنكلوا بيهم. ليه؟ مش هم دول اللي بينزلوا لما بتقولوا حي على الجهاد بتلاقوهم واقفين من الفجر، هم رجالهم ونساؤهم. طب نعمل ايه؟ قال لي بس تسمح حضراتكم، احنا هنكلف هيئه مكتب الاتحاد باتخاذ الاجراءات القانونيه لممارسة الحق الدستوري القانوني بالاحتجاج في ميدان طلعت حرب في حالة عدم تلبيه مطالبنا خلال الفترة اللي حددتها الوزيرة في خطابها. وأنا أرجوكم إذا دعينا للاحتجاج القانوني، إذا دعينا ليه، لا يليق أن يأتي لنا مجموعات محدودة تحتج نيابة عن الملايين. أبدا، ده احنا بنحتاج احتجاج من السلم، لا وصادق كمان، هنعلن فيه بس للرأي العام كيف تم التنكيل بينا، كيف تم قهرنا. علشان كده كل الطرق مفتوحة، كل شيء متاح. الوطن نحن الوطنيين، ده اللي بيستغلوا هذا الأمر هم ناس معادين لينا، معادين لشعب مصر. عشان كده أيها الأخوة أنا بأرجوكم